بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، وحين قادنا إن عشر كان لبعض كتابك حسن مسلم كا ناس السعودي، وحين كتر إن باب فضل الذكر، فضل قولي هي ذكرك إلهي أول حسن سبحانه وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم رسولك حجري، يقول الله تعالى إلهي وحدها، أنا أنيغو عند ظن عبدي بي أدون كي غمليه سأكتي سأيانه، وأنا معه أنو معي سأيانه إذا ذكرني ملك إحسه، فإن ذكرني هدو إحسه في نفسي نفتيسة ذكرته وأنك حسيا في نفسي نفتي ذا، وإن ذكرني هدو إحسه في ملأ جماعة دحدد ذكرته وأنك حسيا في ملأ خير منه جماعك خير بدن لحدة أنك حسيا، وإن تقرب إلي شبرا هدو إيسو دواد تاكو تقربت إليه ذراعا وحان أدوان يا ذراع لدن، وإن تقرب إلي ذراعا هدو إيسو دوادنا لدن أما ذراع تقربت إليه وحان أدوان يا باعا لوضع عمود اللفذي عمو سالو كلفذي باع ليلة، وإن أتاني يمشي هدو إيما ذي سقو سعونيا أتيته هرولة أني قو دق دق يا أيانو إيمانيا معنى هذا وحوية قف والباء إلهي سبحانه وتعالى أنت حسو أي إلهي أدوي هاي وأجيب يا وأقبل يا وحسك إلهي سبحانه وتعالى قفك إلهي إن بدل حسه إنه إلهي أدوي هاي وإلهي قلبي يسكون يا هاي أيا لك قادنا يا حديثك. وعن عبد الله بن بصر رضي الله عنه أن رجلا قال وحير يا رسول الله إن شرائع الإسلام شرائع إسلامك قد كثرت علي وإقبضتي، فأخبرني بشيء أتشبث به شيئا كعباد استأم كل إيش. قال وحير صلى الله عليه وسلم لا يزال يوسف كسول لسانك عرب كاغو رطبا إنو كقيهي من ذكر الله إلى حسكيس عرب كاغو يو مرنا حنقض مركز محل كستا كل واقية إلى ذكر كيس كقوين يا وحلا جوضة إلهي ذكري سكر واقية ومر والب إلهي حصية سبحان الله الحمد لله الله أكبر استغفر الله لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وما إلى ذلك. كل يوسف كزول عرب كاغو ذكرك إله حسك إلهي مر والب أفكك وحي. وقال صلى الله عليه وسلم رسولك حجري من قرأ حرفا قفك أخري هل حرف ومن كتاب الله إلهي كتابك سكمده فله حليه به أخرنتا أو أخريه حسنة أيكولي والحسنة هلك حسنة بعشر أمثالها تمنشر بلسي لا لابي لا أقول أوران ماي ألف لام ميم حرف انت صوى هالحرف مراهي ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف مركة قرآن كل أخريه وحوي أفضل ذكر ذكر لقور دي أما وحلى أخريه ذكرك أفضل بدنه سيدا درادنا ذكر القرآن كأسرية أذكارتها كحكتها تسبيحاتك كحكتها وما إلى ذلك أساس يا مركة وكلف اللي بدنيهين لكن قرآنك هو ذكري. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال خرج رسول الله باب حي صلى الله عليه وسلم نحن أنبو في الصفة فقال وحيري أيكم كينيبا يحب جعل أن يقدو إنو كله كل يوم المال كسته إلى بطحانة مثل يد بطحان أو إلى العقيق تقل إلى العقيق وفيأتي منه كلام هذا بناقتين لوهلات وكوما ويني وكرسوا وين في غير إثم ولا قطيعة رحم دم بلاان يرحم قيس الآن عرضت حيك على ينجيلا مركز سيدة درادة ياجع البير لكن أهل الصفة ميشان شوغة إنه هلك أكل الله لوهلات وكرسوا وين كسهلو سوغان كودن بابين رحم كينو قين. فقلنا وحن يا رسول الله نحب ذلك وانجعلنا قال مركان وحن أفلا يقدو أحدكم يتكون موك الله إلى المسجد فيعلم وحكا صبرت أو يقرأ آيتين أما الله آيات وأخريو ومن كتاب الله عز وجل أيا خير له حيوك خير بضانته من ناقتين الله وحلا لبا آياتين آخر سيد أما الله آياتين صبرت ذات كمانت وحبر سيد وقال لغوكر إلا آيه قرآن كبرت لغوكر إلا آيه ayaa waxay kaaga khayr badan tahay laba halood oo geelo oo ku sawaawin
وثلاث خير له صدح بقى كاغا خير بدن من ثلاث صدح آيات صدح آيات القرآن أبرت أم آخر سيدة يا واحد كاغا خير بدن من ثلاث صدح حلات وأربع أفر بقى خير له من أربع أفر كاغا خير بدن أفر حلات بقى كاغا خير بدن أفر آيات أم آخر سيدة أم أبرت ومن إعدادهن من الإبل يكواس للتريا يوغيلا مركا رسولك حنو شيخ صلى الله عليه وسلم إن قفك إن وغا خير بدنيهن marka geel baa la sheegay laakiin adduunyo kastoo la soo qabsado waxaa ka khayr badan laba aayadood oo la barto ama la akhristo saasay uga fali badan وقال صلى الله عليه وسلم رسولك وحي يري من قعد مقعدا قفكي بوس فريسته لم يذكر الله فيه له وسن كحسن كانت عليه وحي اوغا اهانيسه دشيس من الله حق الله تره قومم ومن اضجع قفكي تيفسد مضجعا ما كانوا جيف لم يذكر الله فيه إله وسن كحسن كانت عليه من الله ترى قوم ما يحسر أي إله وغن قنس مركو حالة دوني ميلا دافر ستارو مركا كعيسد سبحانك اللهم بحمدك أستغفر الله وأتوب إليك إنها تلهن وعلي وحيد دمي ماشاك هكذا إله وكاك دافي هذا تقول لك سيحة سرير تادا سرير تمركا تكتد أتكار تأخر سو أمركا سو كعيسد آيات كرسي تأخر سو هدو مركا إسروكت سبحان الله والحمد لله أستغفر الله ده مركا إسروكت سبحان الله ده سيسر مركا قومه ركوغ نقن وقال صلى الله عليه وسلم رسول كحيري ما جلس قوم قوم فرسان مجلسا بوس لم يذكر الله فيه وجماع عدي وسن إله كحسن سبحانه وتعالى ولم يصلوا على نبيهم نبي قوضا أيسان كسل إلا كان عليهم وحيكون نقنسا ترة حسرة يقوم ما يكون نقنسا فإن شاء عذبهم ألو كعذاب يهدودون وإن شاء غفر لهم ألو رافع يهدودون مركا جماع عدي نواكن tolki ba meel fariistay ehelki ba meel fariistay reerki ba meel fariistay qaraabadi ba meel fariistay marka kala kacaysan ilaahayna xusa nabigana ku saliyo sallallahu alayhi wasallam hadii kala qoobamayno ku noqonaysta waqaala sallallahu alayhi wasallam rasuulku wuxuu yiri ma min qawmin qawm majru yaqumuna ka istaagaya min majlisin boos laa yadkuruna allaha fihi ilaaha isan ku xusin illaa qaamu wa istaagiyan an mithli jifati ximaar sidi dameer bakhtigiis oo kale amay ka istaagayan وكان لهم وحين نقنسا حسرة قوم ما أيكو نقنسا ميشاسو أيكا كأنو إسان إله كو حسين بركا ميالك سبحان الدوني يا الله فريستو إن إله اللو حسو سبحانه وتعالى هداك اللي قاتها هداد بدنتهين هداد ساحتي هداد فريستي وإنت كل إنا إله حسد بالقاد دونية والله سبحانه وتعالى أعلم